صباح الخير. نحن اليوم حبينا نركز على موضوع جديد، هاي سيارة الأطفال، هي صناعة منزلية وأيضا في الأردن. تابعونا. مجرد سيارة صغيرة بتمشي على البطاريات، كونه هذا الشيء متوفر بالسوق موجود، تتعلم إضافة الدارات الكهربائية عليها بمساعدة أهله مثلا، ممكن يطلبها حسب الطلب، فرضا بده إياها لون مختلف، إضافات كثير ممكن تنزاد عليها، فهي صفت مش مجرد إنها فقط سيارة أنا يعني بشتريها بخلي الولد يلعب عليها، هي كمان رح يكون فيها ناحية تعليمية إن شاء الله، وكمان أنا حبيت أضيف عليها الطابع الوطني بحيث إنها تنمي قدرة التربية الوطنية عند الأطفال، يعني ناحية خلينا نسميها شيء منتج وطني صناعة أردنية، إن شاء الله أنها تكون جميلة وحلوة ولاقت رواج كتير حلو الحمد لله، يعني كتير الـ 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 الانطباع عند الناس كتير كتير حلو كان، وإن شاء الله إنه نلاقي دعم ويعني يعني تتطور الأمور أكثر من هيك إن شاء الله. سيارة بديهة، البدي مصنوع من الخشب اللي هو الأم دي أف بسموه، بس معالج بمواد بحيث إنه يكون مقاوم للماء وشوية معادن طبعا مضافة على الخشب، وكمان في ألمنيوم مضاف على المواد، الشاصيات حديد، متينة جدا السيارة يعني تحمل وزن كبير مش ضعيفة، ارتقينا السلامة في الموضوع بحيث انه مثلا استعملت هون البلاستيك بدل الأزاز، السرعة ما تكون اكثر من 10 كيلومتر في الساعة، احنا مش مطلوب منها السرعة كونها للأطفال، يعني ما خليت اي ديتيلز كلياتها موجودة فيها، الغطاء الأمامي بيفتح، الباب الخلفي الصندوق بيفتح، حتى الأزاز الأمامي زي اللاندروفر الأصلي بيقلب لقدام، يعني كل التفاصيل والديتيلز الصغيرة حتى الكراسي المنجدة، يعني ما في اي ديتيلز بسيط تركناه من الموضوع. We'll be right back.